قضية الجمل كانت قضية مثيرة. الذين خرجوا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما كانوا أفراد عاديين. في الجيش الذي خرج على أمير المؤمنين صلوات الله عليه توجد زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله. الأفراد عادة يقيمون الحق والباطل بالأفراد، بينما القضية يجب أن تكون معكوسة. الأفراد يقيمون من خلال الحق والباطل. في هذا الجيش يوجد هنالك صحابي كبير كطلحة، في هذا الجيش يوجد صحابي كبير كالزبير. هذه القضية، اشتراك هؤلاء في هذه الفتنة وفي هذه المعركة أوجب اختلاط الأمور على بعض الأفراد الذين لا بصيرة لهم. الإمام صلوات الله عليه يقول: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، باطل، ولكن هذا الباطل يرتدي قناع الحق فيختلط الأمر. فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. هذه كلمة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه.